باخر فتره كل ما اطلع وياه يقول لي هاي ايش لابسه، روحي بدلي لبسك، لبسي شيء طويل. اليوم راح نطلع على ديت انا وياكم. اي نعم يا جماعه. المهم صراحه كلش اني احبه. هلو حبايب قلبي، ويلكم باك تو ماي شانل. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. واخيرا يا جماعه رجعت لكم بفلوج جديد على قناه مريم الخالدي. اليوم الفلوج راح يكون غير شكل، كلش حلو، صنعه بكل حب. اللي تعرفون كل فلوجاتي جدا ممتعه كلش حلوه، وانا شخصيا كل ما انشر يعني فلوج جديد يعني والله العظيم يمكن اشوف الفلوج مليون مره، هالقد ما هو حلو وممتع وهيك ينطيني طاقه ايجابيه واستمتع به، لانه ما اشوف هذا المحتوى هواي بنات يسوونه، فلذلك هذا المحتوى تلاقوه بقناتي. ما تجيني تعليقات من اسوي شعر سليك تقول لي مريم يا معوده شاده هواي شعرك، ترى ما شاده شعري، اني ارتبه بالجل فيبين مشدود، بس هو ترى ما مشدود ولا يؤذيني ابدا، يعني اني ارفع واخلي الجل وارتبه واخلي الهير سبراي مالتي وشعري يكون مرتب كلش هوايه، فلعبكم مشدود شعري حيلي قوي وقاعد يأذيني. لا المهم مثل ما شفتوا بالفيديو السابق سويت الفيجن بورد وياكم وكتبنا كل اهدافنا وطموحاتنا 2024، لكن حابه اقول لكم على شغله واحده. اهداف 24 مو ضروري نسوي كل الاشياء اللي احنا خليناها بالفيجن بورد وخلينا الصور اللي حابين احنا نسويها بحياتنا ونحقق كل احلامنا، مو ضروري تكون 100%. حتى لو انت حققتي 40-30% يعني سويتي انجاز كلش كبير، غيرك ما يقدر يسويه لانه انت انسانه طموحه عندك اهداف واحلام كلش هواي. المهم قبل نبلش ونروح نطلع، لان اليوم وصلني شيء لازم اروح اجيبه، في اليوم كاشخه مترتبه على الاخر. حابه اقول لكم انه هاي رموشي الطبيعية، ما حاطة أي رموش فيك. ليش؟ لأنه استخدمت المسكرة الجديدة من بنفيت اللي هي فان فيست. هاي المسكرة تجنن، تفرق الرموش مثل ما تشوفون الابليكيتر مالتها تجنن. تشوفون الرموش شلون هيك متفرقة طويلة تنطي كثافة ضد التلطيخ، تبقى عينكم هيك نظيفة تجنن، ضد الحرارة، ضد الماء، ضد الرطوبة، ضد كل شوكلاشي. هاي تجنن وأنا كلش أحبها. كملت هذا اللوك، مكياج سمبل مثل ما تشوفون. حان الان اروح ابدل ونطلع وراح اخذكم بفلوج خيالي وغير شكل، فيلا تعالوا ويانا.
هو هذا my daily routine. هلو يا جماعة، طلعت ورحت للبوستي لأنه تعرفون اللي تابعني بالفلوجات السابقة تعرفون أنه أنا سويت فوتوشوت ويا بنفيت كوزماتيكس لأنه أنا الوجه الإعلاني لمنتجات البشرة بالشرق الأوسط، فسويت فوتوشوت كانت تصوير بدبي وأخيرا المجلة هنا. الحمد لله اختاروني، ويعني يا زين ما اختاروا. تعرفون ليش؟ أنه أنا لحظة أراويكم الصور، ما أريد أحكي هو لحظة إن شاء الله المرة الجاية أكون وجه غلاف مجلة عالمية بإذن الله. المهم يا جماعة، Are you ready؟ تشوفون صوري على المجلة. مجلة هي ماجازين، أشهر مجلة بالشرق الأوسط. وشوفوا يا جماعة مريم الخالدي، Oh my God. شوفوا، أشعر بالفخر والسعادة لأنني حققت حلمي بالتعامل مع علامة Benefit Cosmetics. نعم يا جماعة، ها هي صوري، وهنا أنا استخدمت كل منتجات بنفيت الجديدة. شوفوا my favorite picture، هاي الصورة. شوفوا البراءة، شوفوا الجماعة، شوفوا الضحكة. حاطيني شي ميك اب خفيف، ميك اب سيمبل. عرفين عن نفسك، من هي مريم وما هي اهتماماتك؟ راح تشوفون اهتماماتي واشياء ممكن انا ما حاشيتها باليوتيوب بهذا الحوار. راح اخليكم الرابط المجله صندوق الوصف. جمال، انا كلش فرحانه وثانك يو، يعني يا احلى متابعين على دعمكم وتشجيعكم المستمر الي، وان شاء الله ما اخذلكم ودائما اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم محتوى يليق بكم دائما وابدا. أحبكم بجد الدنيا. هلو يا جماعة، شلونكم؟ رجعناكم من جديد، رجعتكم الشيف مريم فقرة طبخ. اليوم راح نسوي وجبة غداء مليئة بالبروتين، وجبة غداء رومانسية جدا، واليوم راح نطلع على ديت انا وياكم. اي نعم يا جماعة. المهم، فلياشن عدنا لحمة نيوزلندية فاخر من الدرجة الأولى. اي نعم يا جماعة، واجتني من دولة عربية. شنو هالدلال، شنو هالجمال، تجيني لحوم فاخرة من دولة عربية حتى فنلند. المهم يا جماعة، اليوم راح اسوي اكلة تجنن كلش حلوة. الاول مرة وياكم، البارحة طلعت على اليوتيوب شلون ممكن نطبخ هاي اللحمة بطريقة
طيبة ولذيذة مع صلصة خضراء. فعندنا هنا كل الخضروات والأشياء اللي أنا أحتاجها. رحت الماركت من بعد ما كملت تزلج، تعرفون يعني مريم وين تروح بفلوقاتها غير الماركت. فرحت الماركت واشتريت ترى الأشياء محتاجيها طبختنا اليوم. وأنا كيف ما قلت لكم طلعت الوصفة من اليوتيوب، شفت الشيف طبخ اللحمة بطريقة كلش حلوة ويا فرنش فرايز. في اليوم راح نسوي أكلة تجنن كلش حلوة، وراح نقعد ونفتح شموع وأجواء رومانسية على الآخر أنا وأنتو. أول شيء جماعة خلينا نفتح هاي الشمعة من ريتشولز، ريحتها دمار، ريحتها تجنن. أوكي ونخليها على الطباخ على مود تعطينا ريحة جميلة وأجواء، يعني أريد أدخل بهذا المود. لأن تعرفون أكلة الستيك أو اللحم لازم بأجواء تكون حلوة وتتلذذون بطعمها. فيلا يا جماعة راح أخلي الشمعة هنا. أوكي ونضم الجداحة هنا. المهم يا جماعة قبل ما نبلش حابة أقول لكم إنه هذا الجاكيت مو مالتي، هذا مال يسر. أي شيء عليه إنمي يعود اليسر. بس شنو وصل لها البارحة ما أدري يا قياس جايبة، يعني كلش كلش كبير. شنو هذا؟ بس كلش حلو بنفس الوقت، وأخذت أنا إلي لأنه يسر مسافرة. فقلت ليش أعرفها بحدي خطية، لازم أنا ألبسه وأتكشف فيه باليوتيوب. وصراحة كلش حلو هذا الجاكيت، كل شيء مريح ويجنن. يلا يا جماعة ها اللي تابع أنمي بالله قولوا لي هذول أي شخصيات وأي أنمي. يلا نبلش. اوكي جايز هذا هو غدانا لليوم، حرفيا يشهي. وحان الان ان نجربه ونذوقه ونقيمه من 10. اكيد راح انطيكم رايي الصريح لانه هاي اول مره اسوي هاي الاكله. فيلا خلي نبلش ناكل، يعني حرفيا دا ارجف وحيل جوعانه. هاي هي اكلتنا، شوفوا لي الشكل
والبرزنتيشن 10 of 10. نقول بسم الله. تجنن والله العظيم مال مطاعم. اللحمة فريش، الصلصة الخضراء، دمار يا جماعة والله العظيم الطعم ولا أروع. واو 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 يا جماعة شوفوا اللحمة الجنة كلش طيبة. واو ولا غلطة. يا جماعة شوفوا صورة الأكلة ايش قد حلوة. راح انشرها على ستوري عندي بالانستغرام. اللي بعده ما ضايفني يروح يضيفني. هناك عندنا جروب نسميه تفضفضة، دائما احكي وياه ويا متابعيني، اعطيكم الابديتس شنو قاعد اسوي وين رحت وين جيت. ف يعني اتاكدوا انه تكونوا ضايفين على الانستغرام. يلا يا جماعه رايحه استمتع بوجبتي الغداء الجدا لذيذه ونرجع لكم بعدين. باي وعنينا وعليكم بألف عافية. هلو يا جماعة شلونكم؟ من بعد ما كملنا الشاور جيت شوية ارتاح بالغرفة، طبعا شو صورت شعر وكملت وبشرتي نظيفة. هنا سويت لي قاعدة بسيطة، عندنا تشيبس عمان ماي فيفورت تشيبس صراحة كلش اني احبه ويجنن. وعدني مشروب الكمبوتشا هنا خليته ويا مي بارد وثلج. طبعا هذا المشروب يحتوي على بعض الفيتامينز وبكتيريا النافعة للجسم، ينظف الأمعاء ويريح المعدة. عدنا أهم شيء البيريز يا جماعة، عدنا توت وفراولة
وبلوبيري، اعشق البلوبيري، انا كلش احب اكل بلوبيري وفواكه بارده من بعد ما اكمل الشاور على مود نشعر بالانتعاش الخيالي. شوفوا لي الفراوله رجعت، واخيرا رجع موسمها بهذا الشهر وتجنن، هيك فريش وحال كبيره. عندنا فقرة فضفضة مع مريم، أعرف أن الكل يحب هاي الفقرة وينتظرها بقناتي، وكل فيديو تجيني تعليقات مريم لا تنسين فقرة فضفضة لازم تكون موجودة بكل فلوغ، فهاي هي الفقرة مالتنا أنا متابعيني، فقرتنا غير شكل من الآخر، ورح نأخذ واحد من التعليقات اللي وصلني بالفيديوهات السابقة. كل شد انتباهي هذا الموضوع وقلت لازم نتناقش به، وأريد بعد أشوف رأيكم بالتعليقات جوا وشين رأيكم بهذا الموضوع. المهم خليني أطلع المسج مالتي. هلو مريم، شلون شخبارك؟ الحمد لله زينة، thank you for asking، thank you يا قلبي، شكرا كل تذوق. قالت لي هلو مريم شلونك؟ طبعا أنا عندي مشكلة ويا خطيبي وإحنا ما باقي نشي نتزوج، هو يحبني مثل ما أنا ألبس وعندي ستايل معين، وأنا بنية غير محجبة، بس بآخر فترة كل ما أطلع وياه يقول لي هاي شلابسة، روح بدلي لبسك، لبسي شي طويل، روح غير ملابسك، وأصعد أنا فوق البيت أهلي أغير ملابسي، وأهلي بعدين يقولون أنت شنو صعدتي فوق، شنو عندي، شنو قاعد تسوين؟ أقول لا نسيت اللبستك مالتي، نسيت أخذ الجنطة مالتي، وإلى آخره. وقالت بلشت تصير مشاكل بيني وبينه، وأحس إن هو ما يثق بي مثل قبل، وأنا مستغربة إنه ليش بلش يقول لي غير ستايلك ولبسك، لأنه ممكن قرب الزواج أو بلشت علاقتنا تصير جدية. وكتبت له طبعا بعد هواي ديتيلز، بس يعني مختصر كلام إنه خطيبها بلش يعلق على لبسها وستايلها بآخر فترة. بالنسبة إلي هذا الكلام أو هذا الشخص شو ممكن تتعاملي وياه؟ شخص يدور بنية محتشمة، ليش ما تروح تحب لك بنية محتشمة؟ انت تدور واحدة محجبة، روح دور لك على بنية محجبة، روح اخطبها وتزوجها وكون عائلة واسرة وياها. لكن انا استغرب على بعض الشباب، وهاي مشكلة يعني قاعدة تنتشر باخر فترة، مثلا ولد يروح يرتبط ويا بنية ويحاول يغير ستايلها، زين انت من البداية حبيتها مثل ما هي، تقبلها مثل ما هي، فتريد انت ترتبط؟ روح يا عيني شوف لك بنية تشبه عاداتك وتقاليدك وتشبه ستايلك. مو كل البنات يشبهون ستايل حضرتك وعندهم لاف ستايل مثل ما انت تريده او انت هيك راسم ببالك. روحي لبسي، روحي حطي، شنو هاي، روحي بدلي، روحي نسعي، وين قاعدين؟ لا والله وين قاعدين؟ فانت لازم تحبها مثل ما هي، مثل ما انت خطبتها من بيت اهلها، هذا الستايل مالتها، خلص انت لازم تتقبل الستايل مالتها. والبنية اذا حبت تغير ستايلها او يكون ستايل مثلا او لبس اكثر محتشم، فهذا راح يكون بينها وبين رب العالمين، انه هي حابة تتقرب رب العالمين اكثر، حابة تغير ستايلها، مو على مود ترضي احد، لو ترضي البشر. بالنهاية ترى باي ذا واي حابة اقول لكم على شغلة، ترى البشر ما يرضون على اي شيء مهما سويت وتعبتي ورحتي وجيتي، هم ما راح يرضون. فبالنهاية احنا يعني البنية اذا حابة تتغير فهي حابة تغير هذا الشيء على مود رب العالمين، مو على مود خطيبها ولا حبيبها. لكن بالنسبة لي على مود حل هاي مشكلتها ومتكبر المشاكل أكثر وتصير علاقة جدا توكسيك بينها وبين خطيبها وممكن تكبر وما لها داعي هاي المشاكل صراحة، لازم تبلش تروح تقول لأهلها وتخبرهم اللي قاعد يصير، وتقولهم يا جماعة ماما بابا ترى أنا صارت عندي مشاكل ويا خطيبي، هو هذا يعلق على ملابسي صارت، وهذا الشيء أنا ما أريد أغيره، أنا ما مقتنعة به، أنا حابة ستايلي. لازم ترحين وتقولين لأهلك، وخلي أهلك يدخلون بهذا الموضوع، لأنه أنت إذا راح تبقين تجادلين وهذا يسوي عركة ومشاكل وروح لبسي ومدري شنو، هسه تقولين لا مريم مستحيل لازم يغار عليها، مو مسألة غيرها، هو من البداية وين كان من حبها ويعني قرر يخطبها شنو ما كان يغار عليها، وهسه بلشت الغيرة تطلع. الغيرة ترى موجودة بالعكس، ومرات ترى هي مو بالملابس، يعني مو لأنه انت لبس لبس معين فحبيبك لازم يغار، واذا انت لابس لبس محتشم فلازم ما يغار وما يدير بال. اذا انت تدور لك على بنية مثل ستايلك روح دور عليها، راح تلاقيها موجودة، فمو تاخذ البنية مثلا ببنية ضعيفة، لا والله اسمني أكلي أريد شوية تكوني مربربة، أنا يعجبني هذا الستايل. لو مثلا تشوف لك واحدة شعرها أصفر، أنا ما أحب الشعر البلوند، روحي أصبغي شعرك أسود. نعم شنو وين قاعدين؟ تقدر أنت تروح تدور على الشيء اللي أنت يعجبك، مو تشوف شيء
وتحاول تغيره على مود ترضي نفسك. هذا الشيء جدا غلط وانا كلش ما احبه. فنصيحتي لهاي البنيه ومتابعتي الحبوبه، ما عليك غير الحين تحكي ويا اهلك، وممكن اهلك يتكلمون مع اهله ويحلون هاي المشكله قبل ما تكبر وتتزوجون وتصير مشاكل بعدين ما تعرفين المشاكل اللي راح يسويها. وهذا هو حبايب قلبي فلوج اليوم، اتمنى عجبكم وحبيتوه. لا تنسون اهم شيء اللايك والاشتراك وفعل جرس الاشعارات على مود تعرفون انه مريم نشرت فيديو جديد على القناه. واهم شيء اهم شيء اريدك تسوين شيء وانت تكونين مقتنعه به 100% وحابه انه تسوي وتغيرينه. لا تسوين شيء على مود احد غريب، يعني لا تسوين شيء على مود حبيبك خطيبك على مود يرضى عليك، لا، لازم يحبك مثل ما انت، ولازم تسوين شيء وتكونين انت مقتنعه به 100% وحابته. لانه اذا راح تسوين شيء انت ما مقتنعه به مستحيل راح تستمرين عليه، وممكن العلاقة ما تخرب. في you never know. المهم يا جماعة أتمنى عجبكم هذا الفلوج وحبيتوه. إجانا منو ناروتو يما، ناروتو يريد يقولكم هلو يا جماعة. ناروتو هي توياي، ما يحب يقعد يمي ما أدري إيش بيه. المهم يا جماعة راح أشوف مسلسل خائن أنا وأهلي بلشنا نتابعه، كلش حلو كلش فان. يلا يا جماعة أشوفكم على خير بالفيديو الجاي. Love you all. Bye.